مش كريم بس اللي حرام يا مايا، ادي صور كل العقود اللي بتثبت ان اياد اخوكي باع لنفسه كل حاجه بعد ما ابوكي مات. اياد اخوكي ده مدرسه، مدرسه بنتعلم منها. يعمل كل حاجه واي حاجه مع اي حد عشان يوصل اللي هو عايزه. ياد كان عارف كويس قوي ان انا ما بحبوش، وكان عارف كمان اني بحب كريم وبحبه، بس ازاي يخسرني؟ ازاي يخسر حاجه عايزها؟ لا، لازم ياخدني ويتجوزني حتى هو عارف ان انا ما بحبوش. دخلي بالحنيه، كان عارف اني محتاجاها لما كريم سابني واختار سلمى. حتى انسي، مش هصدق، انا بجد مش مصدقاه، حتى انسي اخته استغلك علشان ينتقم من كريم. لو ايه؟ وسرقك بعد ما ابوكي مات. انتي عبيطه، يعني انسي عمرك ما فكرتي كل الحاجه اللي كانت بتاعتكوا دي راحت فين؟ بجد صدقتي ان ابوكي ما سابلكوش غير ارض الجونه اللي كريم سرقها؟ بذمتك انتي، في اخ في الدنيا يعمل كده في اخته؟ يستغلها وكمان يسرقها؟ ده جاحد يا شيخ. وانتي بقى خايفه عليا دلوقتي؟ انا اني وانا سيف ماي لايف؟ لا طبعا. بتهزري؟ انا خاف عليك يا بنتي؟ انا ما بحبكيش اصلا وانتي عارفه الكلام ده، ولا انتي طايقاني. بس المصالح بتتصالح، ولا ايه يا حلوه؟ عايزه ايه؟ بصي بقى، اساعدك انك تاخدي حقك من اخوكي اللي سرقه، تساعديني ارجع المطعم بتاعي منه. اتفقنا؟ واتش إت، ما تخليش حاجه تفوتك.